طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة مباركة أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. أحييكم أنا مختار الفقيه، وأسلط الضوء اليوم على متطلبات ما بعد العودة بالنسبة للحكومة الشرعية. فعقب عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، عملت وتحركت الحكومة الشرعية بوزرائها وطاقمها بوتيرة عالية محاولة ترميم ما خلفته الأحداث الماضية من فوضى وإعادة ترتيب وتأهيل الوزارات والبيئة المناسبة لتحركاتها. وشاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية كيف كانت هناك حركة دؤوبة لكل الوزراء في وزاراتهم، ولرئيس الوزراء أيضا في إطار ترتيب وتجهيز الخطة التي والبرنامج الذي سيمشي أو ستمشي الحكومة بناء عليه. وأمام هذه التحركات ما زالت القضايا والمطالب الملحة والعاجلة والمهمة مطروحة على طاولة الحكومة الشرعية ووزرائها في انتظار، ما دامت العجلة قد مضت، في انتظار أن يبدأ المسار في الانطلاق والتحرك أيضا، والمواطن يشهد ويلمس ثمار هذه التحركات. وأبرز هذه المتطلبات لما بعد عودة الحكومة يمكن حصرها في ملفات ثلاثة عاجلة: ملفات أمنية، وملفات اقتصادية وخدمية، وملفات عسكرية. هذه الملفات وهذه المتطلبات العاجلة لما بعد عودة الحكومة هي موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. نتساءل عما قطع فيها وما الذي ترتب في إطارها حتى الآن، وما المطلوب أكثر حتى تمضي الأمور بذات السرعة والوتيرة لهذه التحركات. الحكومة ومتطلبات ما بعد العودة هو موضوعنا لهذه الليلة، والذي نناقشه مع ضيفنا عبر سكايب عضو مجلس النواب الشيخ محمد ناصر الحزمي. شيخ محمد أهلا وسهلا بك وطابت أوقاتك بكل خير. حياك الله بك وأبي الإخوة المشاهدين جميعا. تحية طيبة لك شيخ محمد، وسنناقش معك هذا الموضوع ومع ضيوفنا أيضا الذين سينضمون إلينا عبر الهاتف، لكن نتابع أولا مشاهدينا هذا التقرير الذي يضعنا في صلب موضوعنا. خلف الحكومة وقف الشعب حين أكدت حضورها في العاصمة المؤقتة عدن ودشنت أعمالها عقب التفجير الإرهابي في المطار، لكن استمرار الحماسة والتأييد الشعبيين يبقى رهنا بما ستحققه الحكومة عمليا على الأرض. فالشعب الذي تتابعت عليه السهام حتى أثخنته بجراح المأساة الأولى على مستوى العالم وفقا لتقارير الأمم المتحدة، ينتظر أن يرى أثر عودة الحكومة في تفاصيل حياته اليومية، حيث ترجمة الاجتماعات إلى قرارات والتنفيذ الفوري للقرارات عبر التحركات والإنجازات. وإذا كان الإرهاب قد ضرب ضربته مع أول خطوة خطتها الحكومة على أرض المطار، فإن ذلك عزز من أولوية ملف الأمن على طاولة الحكومة التي ينتظر منها المواطن تأكيد النجاح عبر تأمين المناطق المحررة وأولها عدن. والمدخل البديهي لذلك، والذي أكد عليه اتفاق الرياض، ألا تبقى تشكيلات مسلحة ولا سلاح خارج نطاق وزارتي الدفاع والداخلية، وأن تغدو العاصمة المؤقتة نموذجا للمدينة المدنية وعاصمة فعلية للجمهورية اليمنية. نجاح الحكومة في ملف الخدمات الأساسية بشكل عام أمر لن يحتاج فيه المواطن لآراء محللين ومراقبين لقياس مدى النجاح الحكومي، فنجاح الحكومة في تحقيق استقرار العملة التي عاودت الصعود بعد انخفاض مفاجئ عند وصول الحكومة، وانعكاس الاستقرار بشكل فعلي على أسعار السلع الغذائية، وتوفير مياه نظيفة للشرب وكهرباء دائمة الحضور، كل ذلك يبقى المؤشر الأقوى لدى المواطن الذي يتعامل مع واقع لم يترك له ترف التعامل مع التوقعات والتحليلات وسئم الانتظار طوال سنوات. البدء الفعلي في تصدير النفط وتفعيل الموانئ لتوفير العملة الصعبة والانتقال التدريجي من الاعتماد الكلي على الودائع إلى تعزيز الصادرات
مسار آخر مفتوح أمام الحكومة، بل هو وفق مراقبين معيار أساسي لمدى الجدية في تنفيذ اتفاق الرياض. الملف العسكري تبدو سطوره هي الأخرى شديدة الوضوح، بحيث يمكن قراءة مدى النجاح الحكومي من عدمه في حروفها. فالحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض لتتحد جميع الأطراف في مواجهة الميليشيات الإيرانية، أمامها جبهات مشتعلة تحتاج لتعزيز، وجبهات متوقفة تحتاج لتحريك، وجيش وطني جنوده بحاجة ملحة للرواتب، وعاصمة في انتظار من يخلصها من مندوب إيراني يحكمها بسلطات مطلقة ويختطف عقول أجيالها ليخطف بهم المنطقة. شكرا للذين أعدوا لنا هذا التقرير، وجدد الترحيب بكم مشاهدين الأكارم وبالنائب محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب ضيفي عبر سكايب. شيخ محمد أهلا وسهلا بك مرة أخرى. فور عودة الحكومة إلى عدن التقينا وقت معنا سويا في هذا البرنامج، وكنت متفائلا بالعودة وبالحركة النشطة للحكومة وللوزراء، هل تعزز هذا التفاؤل أم تراجع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا اسمح لي أن أوجه الحمد والشكر والثناء لله عز وجل على سلامة الحكومة، وأن الله عز وجل سلمهم من تلك الجريمة التي كانت ستحدث مذبحة، يعني وهي أحدثت مذبحة في المواطنين، نسأل الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى. لكن الحمد لله على سلامة الحكومة، لأنه كانت ستقتل الأمل عند اليمنيين هذه الجريمة، فنقول للحكومة الحمد لله على سلامتكم، ثم نهنئهم على ثباتهم. يعني حقيقة كان الجميع يتوقعون أن الحكومة ستحزم أمتعتها وتعود بنفس الطائرة التي جاءت عليه على ظهرها، وهذا كان هو هدف أصحاب الجريمة الذين ارتكبوا هذه الجريمة في مطار عدن، ولكن ثباتهم وذهابهم إلى قصر المعاشيق وعقدهم لاجتماع سريع كان يناقش الوضع الأمني، وزيارة الأخ رئيس الوزراء للجرحى في المستشفيات أعطى تعزيزا للأمل الذي سألت عنه. واليوم نحن نشاهد الحكومة تعقد ثاني جلسة لها، وهذه حقيقة هي أكثر أملا للشعب اليمني، حيث أنها هذا الاجتماع سيعطي أمل كبير، لأن الحكومة بدأت تضع أقدامها على الخط السليم، وهو دراسة الموجهات لبرنامجها العام الذي سوف تمنى بموجبه الثقة من مجلس النواب. ومن خلال ما صدر اليوم عن الحكومة نستطيع أن نقول أن هذا الكلام وهذا البرنامج الذي الحكومة ستعكف على إعداده هو تفعيل لمؤسسات الدولة التي انتظرها الشعب اليمني كثيرا. فاليوم أنا أكثر أملا وأكثر تعزيزا في الأمل، ودائما أنا يعني دائما أدعو إلى الأمل، وسنظل نبث الأمل في نفوس الناس، لأن الأمل هو سبيل العمل. جميل أن يعيش الإنسان بالأمل ويدعو إلى الأمل، هذا شيء جميل وإيجابي، لكن دعنا أيضا نلامس الواقع حتى الآن واقعيا، يعني هل تغير الكثير من بعد عودة الحكومة؟ لا 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 لا، أنا أقول لا، يجب أن نكون واقعيين يا إخواني. التراكمات الموجودة في الساحة اليمنية تراكمات مثقلة ومتعبة وكثيرة، وليس في ليلة وضحاها سنجد هناك تغيرات، لا، لكن الحكومة بعمل برنامج لها وتسليم هذا البرنامج للبرلمان لمناقشته، وعلى ضوء هذا البرنامج سوف تراقب الحكومة وسوف تساءل وسوف تفعل مؤسسة الدولة
هذه البداية صحيحة. النتائج الآن لا تكون ظاهرة بهذه السرعة، لا، بمجرد أن يبدأ تنفيذ البرنامج أن أقول أن المواطن سوف يلاحظ هذا على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الخدمي، وخاصة أنا أركز وأناشد الحكومة أن تبدأ بمدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، لأن المواطن في عدن اليوم هو الحاضن لهذه الحكومة. فعندما يجد أن الحكومة أعطته ما أفتقده في الفترة الماضية سوف يكون لها معينا، وسوف يكون لها حارسا وأمينا. ولهذا الحكومة أمامها مهمة كبيرة، يجب على مؤسسات الدولة كلها تتفاعل معها. أن تتفاعل معها، نعم. الحكومة اليوم حسب الاجتماع والبيان والخبر الذي صدر منهم، عقدوا اجتماعهم وبدأوا بدراسة برنامج الحكومة التي ستمضي من خلاله، وكان رئيس الوزراء قد تحدث عن هذا البرنامج لعام، لعامين، لثلاثة أعوام، هكذا حسب تعبيره. وأنت الشيخ محمد كنت قد ركزت بأن هذا البرنامج لابد أن يمنح، وكررت هذه النقطة، يمنح المصادقة من قبل البرلمان. هل فعلا هناك إمكانية لهذه النقطة وعودة البرلمان بقوامه والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية من قلب عدن؟ هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يجب أن الآن الحكومة أن تبدأ الآن في الإعداد لاستقبال أعضاء مجلس النواب، وتعد المكان المناسب، وتعد المواد اللوجستية لاستقبال أعضاء مجلس النواب من أجل أن تقدم لهم برنامجها. لابد للمجلس أن يعقد جلساته في عدن، والحكومة تقدم البرنامج، ويجب أن يكون البرنامج برنامج واقعيا، لا نريد برنامجا يسبح في الفضاء دون فائدة، يراعي ما هو الممكن، برنامج يكون يتحدث أو يوضع وفق الإمكانيات الموجودة. طبعا نحن نبث بشرى أن للشعب اليمني أن ميناء شبوة بدأ اليوم باستقبال باخرة لتصدير النفط، وهذا نحن نأمل من إخواننا وخاصة في المملكة العربية السعودية أن يعملوا جاهدين من أجل أن اليمن يستقر ثروته لنخفف الأعباء عنهم. نعم، في ذات النقطة، يعني إمكانية أن تذهب الحكومة ببرنامجها إن تعثر عقد مجلس النواب، يعني كونكم في أعضاء مجلس النواب تؤكدون على ضرورة موافقة المجلس على أي برنامج. أصلاً الاتفاق الرياض واضح، هو عودة مؤسسات الدولة إلى عدن، والمؤسسات لن تكون أو الحكومة لن تكون ناجحة إلا بتبادل هذه المؤسسات وإنجاحها. أنا أقول يا أخي وأقول للإخوة المشاهدين والأخوة الإخوة أعضاء الحكومة وأقول للمكونات السياسية، اليوم الحكومة حكومة كل المكونات، لا، نجاحها هو نجاح للكل، وفشلها لا قدر الله فشل للكل. لا يستطيع اليوم أي عضو في الحكومة أن يرمي بأي سلبية على أحد أعضاء الحكومة. المسألة تكاملية، المسألة تعاونية، يجب على أعضاء الحكومة أن يكونوا جسدا واحدا وفريقا واحدا من أجل أن يوسع إشعاع الأمل الذي بدأ يتلمسه ويتلمس نوره. ولذلك أنا أقول أنه لابد من عودة مجلس النواب، ولابد للحكومة الآن أن تعمل على أول ما تعمل على هو التجهيزات لحضور أعضاء مجلس النواب. نعم شيخ محمد، اسمح لي أشارك معي أيضا في هذا الحوار الصحفي فتحي بن الأزرق، وهو رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. أستاذ فتحي أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك.
تحية طيبة. نتحدث عن الحكومة ومتطلبات ما بعد العودة، تتابع ونتابع سويا التحركات الحثيثة للحكومة الشرعية فور وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن والتحديات التي تقف أمامها، كيف توصف المشهد؟ جماهيريا الحكومة بعد حادثة التفجير الأخيرة التي استهدفتها لاقت حالة من الترحيب والتضامن الشعبية. هناك تأييد شعبي كبير للحكومة سواء في عدن، في أبيان، في شبوة، في مأرب، حتى في صنعاء، حتى في مناطق في كرفلوكين، في كل المناطق هناك حالة تضامن وتأييد كبيرة للحكومة. لكن حالة التضامن والترحيب والتأييد هذه في الأخير هي مقترنة بما تستطيع الحكومة أن تقدمه خلال الفترة القادمة. هناك ملفات كثيرة على الحكومة أن تسارع فيها، تحديدا بصرف الرواتب للقطاعين الأمني والعسكري وكافة القطاعات الأخرى. حالة كافة الملفات خصوصا في عدن مثلا الملفات الأمنية والعسكرية، توحيد القوات الأمنية، يعني إنجاز حضور الدولة الغائب منذ 6 سنوات في المحافظات المحررة. هناك أكثر من ملف على الملف الاقتصادي وتدهور الاقتصاد والعملة اليمنية والملف الأمني والعسكري، ملف الرواتب، ملفات كثيرة لا تعد ولا تحصى. لا يمكن طبعا للحكومة أن تنجز كل هذه الملفات، لكن الناس تنتظر أن ترى حضور حقيقي للحكومة، لأن الناس أساسا في عدن تحديدا الناس قربوا للجماعات المسلحة والكيانات المختلفة والشعارات الفارغة ولم تصل الناس إلى نتيجة. هذا ينسحب أيضا على المحافظات الأخرى. نعم. اليوم الناس تنتظر أن تتحرك الحكومة فعليا وأن يكون هناك تحرك حقيقي على الأرض، ويثمر هذا التحرك مثلا بإعادة مجلس النواب وإنعقاد كافة مؤسسات الدولة من عدن، وألا تغادر الحكومة خلال الفترة القادمة. حالة الترحيب ربما هي أسبوع أو أسبوعين، لكن الناس حاليا تنتظر عمل. الكثير من التحديات تواجه الحكومة، لكن نحن نثق أن الحكومة بحالة التوافق التي بدأت فيها خلال الفترة الماضية ربما تنجح. حالة التوافق جيدة حتى اللحظة، وهناك إصرار على تسهيل مهام الحكومة من كل الأطراف، سواء من الحكومة نفسها أو التحالف أو الأطراف السياسية الأخرى. طيب أستاذ فتحي، فيما يتعلق بالأرضية المناسبة سواء عودة مجلس النواب أو عمل الحكومة بشكل أفضل أو معالجة الوضع الاقتصادي المختل، تكمن في تطبيع وترتيب وإعادة تأهيل وهيكلة الوضع الأمني في عدن، وأشرت إلى جماعات مسلحة لم يكن القرار العسكري فيها موحد. ما الذي يجب عمله الآن في هذا المربع بالذات؟ يا عزيزي، الناس في عدن وحتى أبيان والمحافظات المجاورة وصولا إلى تعز ومحافظات أخرى، وصولا إلى المكلا وربما إلى مارب، إلى كل نحن قربنا خلال 6 سنوات منذ سقوط الدولة في عام 2015 كافة البدائل الأخرى من جماعات مسلحة، من أحزمة، من نخب، من قوات أمن مختلفة، من عسكرية، قطاعات عسكرية في تعز في عدن. في كل هذه التجربة للأسف الشديد تجربة بائسة، لكنها أثمرت لنا درس جيد ومفيد للجميع، هو أن لا بديل عن الدولة، لا بديل عن مؤسسات الدولة، لا بديل عن الحضور الحقيقي للوزارات، العدل، الخارجية، الداخلية، الصحة، كل وزارة. إذن لدينا تجربة بائسة عمرها 6 سنوات ولدينا درس يستفاد منه. المطلوب اليوم هو أن نستفيد مما حصل خلال السنوات الماضية، طالما وكلنا نتفق أنه لا بديل إلا حضور الدولة. إذن معنا تجربة بائسة. نحن بحاجة اليوم أن نتفق أن الدولة يجب أن تكون حاضرة، والدولة مجلس النواب كافة المؤسسات لن تكون حاضرة ولن تكون فاعلة، ولن نرى توحيدا للأمن ولا للقوات العسكرية ولا لتفعيل المطارات ولا للموانئ ولا لغيرها إلا بحضور الدولة. والدولة يجب أن تكون حاضرة، وقد عادت الحكومة، على الحكومة أن تبقى في عدن، وعلى الحكومة أن تبدأ في تطبيع الحياة المدنية بدل عن الحياة العسكرية في عدن، على الحكومة أن تنظم هذه القوات الأمنية والعسكرية، على الحكومة أن يمتد نشاطها إلى تعز، إلى مارب، إلى الساحل الغربي، إلى الحديدة، إلى حضرموت، إلى كل مكان. نحن نريد الحكومة أن تظل هذه نقطة أولية، ونريد الحكومة أن تكون حكومة فعلية على الأرض، لا أن تكون
حكومة شكل يعني هذا لن يحدث أستاذ فتحي إلا بإعادة التوازن في الأجهزة الأمنية، وهذا واحد من أهم بنود اتفاق الرياض. كيف تعلق على هذه النقطة؟ بالضبط، أنا أشرت فيما سبق أنه فعلا التجارب السابقة فشلت، ولا خيار، لا خيار بعيدا حتى عن اتفاق الرياض. هو اتفاق الرياض جاء ليضع الحل لمشكلة سابقة، ونحن نتفق أن المشكلة تكمن في تعدد القوات العسكرية واختلافها. بالتالي الحكومة عليها أن تكون نكون واحد من أهم الملفات هو توحيد القوات العسكرية وتطبيق الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض. اليوم الحكومة عقدت اجتماعها في عدن وأكدت أنها ماضية في كل الإجراءات. حديث الحكومة إيجابي، حديث الحكومة عظيم، يعني التعامل من قبل الحكومة مع كثير ملفات إيجابي للأمانة، ويجب أن تدعم الحكومة من كل الأطراف. لكن نحن ننتظر خلال الفترة الماضية ونتمنى أن تنجح الحكومة، ونتمنى أن تكون كل الأطراف عونا للحكومة، لأنه في الأخير للأمانة إذا فشلت هذه الحكومة لن تكون هناك حكومة أخرى، ولن تكون هناك أي محاولة سياسية للنهوض بالوضع. بل للأسف الشديد في حال فشل هذه الحكومة ستفشل كل الجهود ربما خلال 10 سنوات وربما 6 سنوات قادمة. الحكومة الحالية هي آخر محاولة إنقاذ، ويجب أن تدعم من الجميع وأن تبذل كل الجهود لنجاح الحكومة وإعانة رئيس الحكومة ولإعانة كل الأطراف التي تتشارك في الحكومة أن تمضي قدما. لا خيار ولا بديل، نعم، إلا أن تنجح الحكومة وأن تسود سلطة الدولة. الأستاذ فتحي بن الأزرق، صحفي ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي. شكرا لك مرة أخرى، وأعود إلى النائب محمد الحزمي عضو مجلس النواب. الخطابات أستاذ محمد التي سمعناها خلال الأيام الماضية من قيادات مفترض أنها شريكة اليوم في حكومة، في الحكومة الحالية، ويعني عاملة وفاعلة وضمن اتفاق الرياض، عكست مزاجا آخر غير الذي هو مفترض أن يكون في هذه المرحلة، سواء من حيث المطالب أو من حيث التصريحات أو من حيث حتى الاتهامات. يعني ما معنى أن شريكا في الحكومة ممثل بالمجلس الانتقالي وبقائده وزعيمه مثلا يتهم شريكا آخر في الحكومة ويوجه له تهم الإرهاب وغيرها، وأنت تعرف عن ماذا أشير أو عن ماذا أتحدث؟ لا، أنا أعتبر أن هذه التصريحات هي تأتي في إطار النزغ السياسي لا غير. يعني هناك انعكاسات للمصالحة السعودية القطرية، وهناك نزغ سياسي في دول الإقليم أرادوا أن يعكسوه على الحالة في اليمن، وأرادوا أن يعكروا المزاج اليمني لإفشال أو لعرقلة، لأنه أنا أظن أن اتفاق الرياض قد انطلق قطاره ولا أحد يستطيع أن يوقفه، لكن هناك محاولات لإظهار أن هناك عراقيل لهذا القطار. لكن أنا أقول إن شاء الله هذه تذوب مع مرور الوقت، عندما الحكومة تثبت جدارتها، والحكومة هي كما قلنا من كل المكونات، والمواطن اليمني وخاصة أبناء عدن قد سئموا الصراع وسئموا الخلاف وسئموا تردي الخدمات وسئموا التردي الأمني، فالذي سيقف أمام مصلحتهم أنا أظن أنهم سيكونون ضده تماما. نقول أن تفعيل مؤسسة الدولة وإعادة الأمن للمواطن في عدن هذا سيجعل المواطن فعلا يقف مع الحكومة. وأنا أقول اليوم على الدولة، على المواطن أن يشعر أن هناك دولة، ولن يشعر أن هناك دولة إلا إذا تحسنت الحالة الأمنية وتحسنت الحالة الخدمية والحالة الاقتصادية، وهذه الثلاث الركائز هي التي يجب أن تكون أولوية بالنسبة للحكومة، ثم بعد ذلك تصب كل جهدها في تفعيل كل مؤسسات الدولة وكل إمكانيات الدولة من أجل تحرير بقية الوطن من براثن الانقلاب. وهذا هو الهدف الأسمى سواء لاتفاق الرياض أو للاتفاقية السابقة والقرارات الأممية السابقة. طيب
أستاذ محمد، يعني في إطار الترتيبات والحركة الجارية في عدن وما يتعلق منها بالجانب الأمني على بشكل خاص، كان هناك اجتماع اليوم للجنة الأمنية في عدن برئاسة محافظة عدن وبحضور أيضا مدير أمن عدن، وناقش هذا الاجتماع الملف الأمني بشكل عام، وأقر حسب ما تناقلته وسائل الإعلام أقر إيجاد حزام أمني لعدن لتعزيز الأمن وتوحيد الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات، ويعني إيقاف الدوريات المنفلتة ووقف إطلاق النار العشوائي في الأعراس وغيرها. هذه جملة من ما تم تدارسه في الاجتماع الأمني، لكن هل هذا هو جوهر المشكلة أم أيضا أن سيطرة لون واحد على الأجهزة الأمنية يعتبر واحد من الاختلالات التي يجب إحداث توازن فيه، وهذا ما نص عليه اتفاق الرياض؟ المسألة الأمنية كان هناك بند واضح في اتفاق الرياض، وهو الجانب العسكري والأمني، وهو الذي يجب أن ينفذ بحذافيره من أجل إنجاح الحكومة وإنجاح إقامة الدولة في عدن وفي المحافظات المحررة جميعا، ولذلك لابد أن ينفذ بحذافيره، وهو مصلحة عامة وهو مصلحة لكل، وتنفيذ اتفاق الرياض بجانبه العسكري والأمني أيضا كما نفذ من الجانب السياسي هو مصلحة للذين دخلوا في مشاركين في إدارة الدولة. وأنا أقول يعني المسألة تحتاج إلى التخلي عن التخندق الذاتي، لأن مصلحة البلد هي فوق مصلحتنا وفوق مصلحة الأحزاب فوق مصلحة المكونات. ولذلك أنا أقول أنه لا يمكن للحكومة أن تؤدي دورها لأكمل وجه إلا إذا كانت تمتلك صلاحيات أمنية وعسكرية صحيحة. شيخ محمد، هم يقولون هذا هو الذي سيساعد ضبط القانون. شيخ محمد، هم يقولون نحن الأجهزة الأمنية الموجودة سنؤمن عمل الحكومة وعمل الوزارات، وليس هناك حاجة لاستخدام أفراد أمن أو أجهزة أو كتائب حماية رئاسية أو غيرها كما نص اتفاق الرياض. هم يقولون نحن سنقوم بكل هذه الواجبات وهذا التأمين. هي لو كانت موجودة من قبل نجحت في أكوان، لا تنجح إلا دولة، لا تنجح في السيطرة الأمنية وفي إيجاد أمن المواطن إلا دولة ومؤسسة دولة وأوامر دولة، الكل سيخضع لها، الكل سينفذها. ولذلك كان اتفاق الرياض واضح في هذه النقطة بالذات، أن المسألة الأمنية والعسكرية هي مسألة مهمة كلها، وهي أس النجاح، وهي أس النجاح لأي حكومة لأي دولة. لا يمكن أن تقول لي في دولة أنها تستطيع أن تضبط الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية هي التي تمتلك لا إيش ولا، هذا كلام غير صحيح. لذلك أنا قلت أننا هي مصلحة مشتركة لكل أبناء اليمن، والذي سيعمل على عرقلتها فعلا هو يعرقل مصلحة كل أبناء الشعب اليمن في جماله وجنوبه. نحن بدأنا صفحة جديدة اليوم، الشعب المواطن اليمني فرحان جدا بانعقاد استمرار جلسات مجلس الحكومة مجلس الوزراء في عدن. تخيل عندما تأتي المؤسسة البقيلة، عندما يشعر المواطن في عدن بالأمن والاستقرار، لن يتأتى هذا إلا كما قلنا بتنفيذ الجانب العسكري والأمني الذي نص عليه اتفاق الرياض. أما أننا نحاول أن نوجد البديل، فبديل الاتفاق هو الفشل، بديل الاتفاق تلقائيا هو الفشل. وأنا أظن أنه عندي ما أمل أنه لا يمكن أن يتبنى هذا أي شخص أو أي مكون. النائب محمد الحزمي عضو مجلس النواب، سنخرج إلى فاصل قصير، نعود ونكمل حوارنا معك ومع ضيوفنا أيضا الذين سيكونون معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ثم نعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا عبر سكايب النائب محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب، عن متطلبات الحكومة، متطلبات ما بعد العودة بالنسبة للحكومة.
أجدد الترحيب بك شيخ محمد. فيما يتعلق بالملف العسكري، هذا واحد من أبرز الملفات على طاولة الشرعية بشكل عام، حكومة ورئاسة وغيرها، وهو واحد من أهداف اتفاق الرياض أن يتوحد الجميع نحو استكمال التحرير. لا يوجد أي مؤشرات حتى الآن أو تحركات من شأنها أن تعزز عملية التحرير والمقاومة، وما حدث في الحيمة بتعز ربما مثل جانبا سلبيا. هل من المبكر الاحتكام إلى هذا الأمر؟ لك ذكرت لم أسمع السؤال واضحا، لكن ممكن أعيد لك، هل من المبكر أن نحكم على عدم التحركات العسكرية حتى الآن، لأنه لم نشاهد أي شيء منها؟ إن كان تقصد التحركات العسكرية إلى الجبهات، أي من يعني واحد من أهداف الحكومة وعودتها. هو فعلا هو إذا تم الالتزام بالاتفاق العسكري والأمني واتفاق الرياض وتنفيذه بالحذافيرين، أكيد أنه سينعكس الأصل على الجبهات التي تلامس أو لها تماس مع الميليشيات الانقلابية، وهذا هو ما ينتظره الشعب اليمني، وهو تحقيق الهدف الرئيسي لاتفاق الرياض، وهو استعادة الدولة من الانقلابيين. ولذلك اليوم الانقلابيون أنتم تشاهدون أنهم أكثر الناس حسرة وتحسرا من اتفاق الرياض ومن وجود الحكومة في عدن، فقد كانوا طوال 6 سنوات يصفونها بأنها حكومة الفنادق، اليوم لا يستطيعون أن يصفونها ولا يكذبون على الشعب أنها حكومة فنادق، بل هي حكومة على الأرض. ولذلك يجب أن ينعكس هذا الأداء الحكومي والاتفاق العسكري والأمني ضمن اتفاق الرياض، يعني ينعكس على تحرير الشعب اليمني الذي يقبع تحت ظلم هذه الميليشيات. ووجدنا كيف أنهم فعلوا في حيمة تعز وقتلوا الناس ومثلوا بجثثهم، لأنه لا يوجد دولة تدافع عن هذا المواطن. ولذلك الأمل بالله كبير أن الإخوة في الحكومة وكل المكونات المفكرين للحكومة أن يعملوا على تفعيل هذا الاتفاق تفعيلا صحيحا. لماذا لا يوجد أي مؤشر عن تحرك في هذا الاتجاه؟ يعني ما زال هناك يعني رواسب، انا انتظر هذه الرواسب التي تشكل عقبات، هي كما ذكرت لك بسبب النزر السياسي الحادث. يعني لا يعني هناك اطراف ليست مرتاحه فقط الحوثي فقط، لا، هناك اطراف للاسف اقليميه لا ترتاح لوجود اتفاق الرياض تسعى لإفشاله، لكن أنا أقول اليمنيين لهم إن شاء الله قدرة أن تجاوز هذا التآمر. والإخوة في المملكة العربية السعودية أنا أظن أنهم جادين في أن ينجحوا هذا النجاح الباهر في تحقيق وفي تنفيذ اتفاق الرياض، لأنه يعد نجاحا لليمن وللإخوة في المملكة. وأنا أتمنى أن هذا النزغ السياسي لينتهي ويخرج خارج اليمن، أن اليمن شبعنا من هذه الكلمات. واقعيا شيخ محمد، الملف العسكري بيد الحكومة أم بيد القوات المشتركة بقيادة التحالف؟ لا هي في الملف الفرنسي في يد القوات المشتركة، في يد الإخوة في المملكة العربية السعودية، هي الآن صاحبة اتفاق الرياض، هي المشكلة للجنة الإشرافية، هي الآن القيادة عندها في المملكة، هي تستطيع أن تقول يجب وكذا وكذا، ويجب على الناس أيضا، لأن هذا تدخل خير وليس تدخل شر. يعني اتفاق الرياض الآن تنفيذه يجب أن الناس كلهم يسعون إليه، سواء في الجانب اليمني أو في الجانب أو من الجانب الإخوة في التحالف وعلى رأسهم قيادة المملكة العربية السعودية.
فأنا أقول أن الجانب العسكري يجب أن ينفذ تماما، والأمني لإنجاح الدولة، لاسترداد الدولة ولإنجاح الحكومة، وهذا سيعد نجاحا للتحالف، ويعد نجاحا للقوى السياسية في اليمن، يعد نجاحا للشعب اليمني، يعد أملا لاستعادة الدولة وإنهاء الأزمة اليمنية. طيب سأتي إلى جولة جريفيث الأخيرة الشيخ محمد وزيارته للرياض، ومن ثم أيضا إلى عدن وجلوسه ولقائه مع رئيس الوزراء وحديثه عن جولة سلام جديدة، ويعني مخرجات الرياض تقول عملية تحرير قادمة، والجريفيث يتحدث عن جولة حوار وسلام جديدة. هذه النقطة أستكملها معك، لكن اسمح لي أشرك معي في هذا الحوار أيضا الصحفي محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس. محمد، أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. مساء الخير عليك عزيزي المختار وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. تحية طيبة لك أستاذ محمد. المتطلبات التي هي مطروحة اليوم بين يدي الحكومة بعد عودتها، تابعت التحركات الحكومية والوزارية للوزراء الذين وصلوا فور وصولهم وحتى الآن، وهناك إشادة بهذه الجهود، ما المطلوب في هذه المرحلة أكثر؟ أخي العزيز، المهمة صعبة وتتطلب تكاتف الجهود ومزيد من العمل، لأن هناك ملفات مهمة جدا. هناك الملف العسكري والحسم العسكري، وهو الملف الأول الذي لابد أن تعمل الحكومة على إيجاد خطوات متقدمة ومتسارعة لأجل هذا الشيء. هناك مأساة يعيشها معظم أبناء المحافظة الشمالية بسبب اختلال الحوثي للمحافظات، على الحكومة الشرعية إيجاد حلول للمنظومة العسكرية والجيش العسكري مما يتعلق بالرواتب ومستلزمات التجهيزات العسكرية وتأخير الرواتب، لابد إيجاد حلول لهذا الشيء. هناك الملف الاقتصادي كملف مهم جدا في ظل تراجع الريال وانهيار العملة اليمنية، والحالة المأساوية التي يعيشها أبناء اليمن قاطبة بسبب الوضع المأساوي من ناحية تراجع الدولار منذ الانقلاب الحوثي حتى الآن، أو انعدام الرواتب بشكل كبير في معظم المحافظات التي تسيطر على جماعة الحوثي. الملف الصحي كذلك ملف مهم. هناك أكثر من ملف يقف أمام الحكومة، لابد أن تتضافر الجهود من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل الأخوة في التحالف العربي. اتفاق الرياض أتى طوق نجاة لليمنيين قاطبة من أجل الخروج من الخلافات الداخلية، توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المشروع الحوثي الذي هو بالأصل مشروع سيقضي على الجميع إن تمكن، لن ينظر إلى حزب معين أو ينظر إلى طرف معين أو محافظة معينة، أو كما البعض يبرر أن الحوثي يريد أماكن معينة. رأينا في 2015 عندما تمكن الحوثي اجتاح المحافظات تلو الأخرى ومنها المحافظة الجنوبية. للأسف أن كان هناك بعض المبشرين نسميهم من الأخوة في المشروع الحراك الجنوبي سابقا، كانوا يبشروا بما يسمى بالحركة الحوثية وأعطوها وصف كحركة ثورية، وعندما أتى الجد التهمت الجميع. هذه حركة ميليشياوية فاشية لا تنظر إلى أي قوى أمامها إلا كأهداف تحقق رغباتها وأهدافها، وليس وسائل فقط، وسائل حتى يتجاوزوا إلى مرحلة ثانية. جميع من تحالف مع هذه الجماعة الحوثية اكتوى بنارها، بدءا من علي عبد الله صالح وغيره من الحلفاء الذين تحالفوا مع جماعة الحوثي واختوا، سواء سياسيين أو قبائل أو إعلاميين أو غيره. تقصد أن الجميع تعلم الدرس؟ للأسف لا، ليست هناك حتى الآن بوادر أن الجميع تعلم الدرس. قد نكون نقاشين في الطرح، لكن الواقع أن للأسف أن الجبهة الداخلية تحتاج العمل بشكل أكبر، ولم لمس الصفوف في توحيد الجبهة ضد جماعة الحوثي. الدرس لم يستوعب الآخر، لازلنا نجد هناك قوات خارجة عن الشرعية
تتواجد في الحديدة أو المسمى الجديد اللي يسمى الساحل الغربي. قوات حتى الآن لم لا تدين بالاعتراف طيب بالحكومة الشرعية. ما علاقة هذا بعدن وحضور الحكومة الآن وبدء عملها؟ هي ملفات أخي مختار كما قلنا ملفات شائكة أمام الحكومة. الحكومة ستعمل على هذا الشيء. لا زالت عدن حتى الآن ليست بيئة خصبة للعمل حتى الآن. إذا لم يتم تنفيذ الشق العسكري، البعض يحاول أن يتهرب عن الجانب العسكري، ولن يكون هناك عمل سياسي وعمل صحيح ما دام الجانب العسكري لم يتم تنفيذ في خطواته. لا زالت هناك ميليشيات خارجة عن نطاق الدولة، لا زالت هناك ميليشيات توالي دول معينة، لا زالت هناك ميليشيات. اليوم اللجنة الأمنية أستاذ محمد اجتمعت بقيادة المحافظ ووجود مدير أمن عدن، وأقرت بعض النقاط من ضمنها توحيد الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات واحدة، وعمل حزام أمني على عدن، ومنع الدوريات المنفلتة، وتركيب كاميرات في الشوارع، ووقف إطلاق النار. يعني هذه إجراءات أولية كافية أم كيف تراها؟ هي خطوة إيجابية في حلحلة ما يحدث حاليا. هذه خطوة إيجابية ولابد أن تبعها من خطوات متتالية لأجل إصلاح المنظومة الأمنية المختلة. عدن منذ تحرير عدن حتى الآن لم تعش فيها هدوء أو استقرار نهائيا لعدم وجود دولة حقيقية في هذه المنطقة، بل أن الكثير يريد أن يقدم عدن كعاصمة لليمن مؤقتة مشوهة وبهذا الشكل من أجل تبرير بقاء الحوثي في صنعاء. نعم. عندما يضرب يحاول أن يقول هذه المدينة أو العاصمة التي تم تحريرها والتي يقودها الشرعية ومن وراء التحالف العربي، انظروا كيف عدن أصبحت اختلال أمني، مشاكل في البيئة التحتية، مشاكل في الجانب الصحي. يراد لعدن أن تكون مشوهة بهذا الشكل أسد. نعم. لابد أن تكون عدن هي عاصمة فعلية لليمنيين، لابد أن يعيش اليمنيين فيها ويتعايشوا فيها بشكل سلمي، لابد أن تعود للسفارات والمنظمات أجمع العمل في عدن. إبقاء عدن على ما هو عليه هذا الوضع يساعد في استمرار الانقلاب الحوثي في البلاد. نعم. الصحفي محمد صالح رئيس تحرير صحيفة مارب بريس كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. شكرا. وأعود إلى النائب محمد الحزمي. شيخ محمد، موضوع السلام مع الحوثيين وزيارة جريفيث والتحدث عن مبادرة جديدة وحل جديد والجلوس على طاولة جديدة، المشاهد والمتابع يحتار ما بين تصريحات المسؤولين اليمنيين وحتى قادة التحالف بأن لا حل في اليمن إلا حل سياسي، وأن الحلول السياسية مرحب بها ومطروحة، وهناك هدن خلال الفترة الماضية، هدنة لمدة شهر شهرين 5 أشهر، هدنة الساحل طويلة الأمد وإن كان في هناك خروقات، وما بين حديث أيضا عن ضرورة الحسم العسكري. تبدو المسألة غير مفهومة، يعني السياسيين والقادة يتحدثون عن حل سياسي وأن لا حل إلا حل سياسي، وهناك مطالبات بحسم عسكري وتحركات جريفيث بناء على هذا الأمر. كيف تقرأ أنت المشهد؟ قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أنبه مسألة مهمة، أننا يجب علينا أن لا نطلق مصطلح الحكومة الشرعية. لا يوجد إلا حكومة اليمن فقط. الحكومة اليمنية هي المعترف بها دوليا وهي المعترف بها داخليا، اسم الحكومة اليمنية وانتهينا. هذا ملاحظتي أنا، ربما أنا أكون مصيب أو غير مصيب، لكن هذه هي رؤيتي الصاحبة. النقطة الثانية بالنسبة لسؤالك يا أخي، الحوثيون استفادوا كثيرا من تمزقنا كمكونات الشرعية، من تمزق وأيضا الخلاف في إطار سواء كان التحالف أو في إطار الشرعية. هذا هو هذا عنصر القوة لدى الحوثيين، وإلا من السهل مسألة الحسم العسكري، مسألة استعادة الدولة بسهولة ويسر. لكن نحن نقول أنه يجب علينا أن ندرك أولا أن وحدتنا قوة، بعد ذلك نحن سنحقق استرداد الدولة سواء بالقوة العسكرية أو بالقوة أو بمسألة سياسية.
لكن عندما نكون أقوياء، أما أنك تكون مشتت وتكون ممزق ثم تريد أن تستعيد الدولة، لن تستعيدها لا بالقوة العسكرية ولا بالإطار السياسي. فاتفاق الرياض يعد بادرة أمل ويعد إشعاع أمل في هذا الاتجاه، وسيكون ناجحا عندما ينفذ الجانب الأمني والعسكري فيه. فهذا هي بداية قوة الشرعية وقوة التحالف داخل اليمن، وهذا ما سيسهل تماما على اليمنيين وعلى التحالف في استعادة الدولة التي انشئ التحالف من أجلها وقامت عاصفة الحج من أجلها وتكاتف اليمنيون من أجلها. شيخ محمد، الذي يعني يكثر الحديث، وهذه نقطة أيضا في غاية الأهمية، بأنه الحل في اليمن سياسي والجميع مع أن يكون هناك حل سياسي في اليمن، لكن هل أبقى الحوثيون، هل تصرفات الحوثيين تصرفات من يرجو السلام يوما ما؟ يعني شاهدنا مؤخرا ما حدث لأبناء الحيمة بتعز من تفجير وتفجير وقاتل، ويعني هذه الثارات المعمقة والسلب والجرف الذي يتم، هل هي تصرفات من يبغى ويريد السلام يوما ما؟ لا، شوف، الحوثي لا يتحدث عن السلام إلا أنه يقول تعالوا نستعبدكم فقط، ولا يتحدث عن سلام مثل البلدان الأخرى، يعني شركاء مواطنون لهم حقوق عليهم واجبات، ويتحدث عن تعالوا هذا السيد وأنتم العبيد، هو يتحدث تعالوا ارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى مقراتكم، ويقول على بيتك بس، لا يفاضك على الدولة، الدولة اختطفها. لذلك هنا المشكلة. ثم أن الإشكالية أيضا في التوصيف، الحوثي يوصف خصماءه أنهم كفار وأقل شيء أنهم منافقين، يعني معنى هذا التوصيف أنه يجوز له أن يستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم وكل ما يملكون، وهذا التوصيف كارثة، يعني هذا لا ينم عن شركاء في دولة، ولا ينم عن هم يرون أنفسهم غير اليمنيين. ولذلك أنت تشاهد من خلال وسائل إعلامهم، بل أنت عندما شاهدنا في المقطع الذي قاموا يمثلون في الجثث لأبناء الحيمة يمثلون به، ماذا يقولون؟ كفار عملاء وكفار. هذه التعبئة التي يعبونها سواء لمقاتليهم أو لتلامذتهم أو لأطفالهم، ويتحدثون في نفس الوقت أنهم يقاتلون التكفيريين، يتحدثون في ذات الوقت أنهم يقاتلون التكفيريين. أي نعم، وهم هكذا، هم يقدمون أنفسهم ويبثون الأوهام في 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 الأوهام في وسط الشعب أنهم يقاتلون تكفيريين، يقاتلون صهيونية وأمريكا والشعب. يا أخي، اليوم هم يتحدثون عن الواقع والشعب يشاهد هذا الواقع، يجب أن يفيقوا الحواس، أن يفيقوا من هذه الغيبوبة التي هم يعيشون فيها وهذه السكرة التي جعلتهم يعمهم. هم شيخ محمد، باختصار وقد وصلنا إلى الختام، التي يربون عليها أطفالهم ويربون عليهم مقاتلهم أنها كارثة عليهم في المستقبل، لأن الشعب اليمني لن يسمح إن شاء الله لهم بأن يستعبدوه مرة أخرى، ويجب عليهم إذا أرادوا السلام أن يعرفوا أن السلام هو التخلي عن الوطن الذي اختطفوه، ولندع المواطنين هم الذين يختارون للشعب أو يختارون من يحكمهم. أما أنه، لذلك أنت تلاحظ الإشكالية عندهم أنهم لا يريدون الشعب بنفسه أن يختار حاكمة، هم أتحداهم يديروا الخطاب لعبد الملك الحوثي أو واحد من قيادتهم يتحدث عن الانتخابات، لا يتحدث عن الانتخابات، لا، يعني أسس السلام التي الناس يجمعون عليها في العالم كلها ليست في قاموسهم ولا في أدبياتهم، وهذه هي المشكلة الكبرى. وهذا هو الإشكال فعلا، أن الطرف الشرعي يتحدث عن سلام، والطرف الميليشاوي حسم أمره بأنه إما أن يحكم الشعب بهذه الصورة وبهذا القهر تحت سيدهم، أو ينتهي، يعني ليس له خيار آخر بناء على تصرفاته. النائب محمد ناصر الحزمي، عضو مجلس النواب، شاركتنا هذا الحوار، سعدنا بك، شكرا جزيلا لك شيخ محمد.
شكرا لضيفي ايضا الكريمين اللذين كان معنا فتحي بن الازرق ومحمد الصالحي الصحفيين. مشاهدينا الكرام وصلنا الى الختام، لكم خالص الشكر، نستودعكم الله والى اللقاء.